هذا وأشاد المشاركون بصكوك أضاحي مؤسسة حياة كريمة بجودة الأضاحي، مؤكدين الاهتمام بكافة التفاصيل لضمان تقديم أجود اللحوم، حيث تمر بفحوصات دقيقة تحت إشراف خبراء بيطريين وأطباء تغذية. وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك علينا جميعا يا رب. النهارده انا اشتريت صاج اضحيه من مؤسسه حياه كريمه، وبجد التجربه كانت جميله جدا، سواء التنظيم، النظافه، كل حاجه شايفاها قدام عيني في التقطيع، بجد تجربه جميله جدا، وبشكر كل المنظمين، وان شاء الله السنه الجايه مع حياه كريمه. انا احنا مشتركين في صكوك الاضاحي بمؤسسه حياه كريمه السنه الثانيه ليا على التوالي. السنه اللي فاتت طبعا كانت حاجه مشرفه جدا وجميله جدا، ده اللي خلاني اشترك تاني السنه دي، وكان يوم جميل انا وولادي، وولادي اتبسطوا وشوفنا سير عمليه الذبح بطريقه شرعيه، وكل حاجه نظيفه وكل حاجه منظمه. وشكرا لمؤسسه حياه كريمه، كل سنه طيبين. أنا رودينا محمد، بيزنس ديفلوبر من مؤسسة حياة كريمة. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة على العام التاني من التوالي من صكوك الأضحية، بسبب تبرعكم قدرنا ندخل الفرحة لمئات آلاف الأسر المستحقة. أتمنى أن أنا أشوفكم السنة الجاية في صكوك الأضحية اللي جاية بإذن الله، وأتمنى أن أسر حياة كريمة تكبر وفي تزايد أكبر، وكل سنة وانتم طيبين.